سندوتش صدق عند زلطه يتلهط لهطه جامد جدا، شكله هو على الجريل كده والراجل بيقلب ويطلعه يحطه على الرغيف ويقف كده هو يستاهل الاكيله ياكلوه. وكمان الكبده بالبطاطس عند زلطه في ميدان الساعه في مدينه نصر حكايه ما اقولكمش عليه. اخبار السندوتش معاك ايه؟ تمام لا نو بس كده حاجه جنان. زلطة عامل لكل متابعي أكلة عدنان 10% لمدة 10 أيام، وعنده سندوتش الكبدة ب6.5 والصدق ب7.5، وعنده مكرونة بالصدق وعنده ربع الصدق وعنده كل حاجة بالكبدة تفتح النفس، وعنده حاجات كده مولعة نار زي ما انتوا شايفينها. الحاجة الجميلة لما تروحوا له بقى وتشموا ريحة الدقة بتاعة الكبدة وتخلي الواحد كده ريقه يجري، يا جمال السندوتشات والعيش الجميل اللي هو بيحط فيه الصدوق. وكمان الأجمل الصدوق كمان اللي هو أبو صلصة والكبدة، كل حاجة حلوة عند السلطة. شوف الراجل بقى وبيمكتر كده طبق المكرونة وبيدلعه ويحط عليه شوية الصدوق الجميل. عنده بقى السكالانس عالمي عالمي، كل حاجة حلوة. من الناس المحترمين لما تروحوا هناك تقولوا احنا متابعي أكلة عدنان عشان تاخدوا كل العروض الجميلة. وببعت سلامي لكل الناس الأكيلة وبقول لهم روحوا عند الزلطة وجربوا الأكل بتاعه. أحلى كبدة من عند الزلطة والمكرونة الجميلة وشوية الحاجات اللي عنده الجميلة دي تفتح النفس، موجود في ميدان الساعة مدينة نصر. عايز أقول لكم على شكل الكبدة كده وتضربوها بالمكرونة. بسم الله. انت عامل ايه يا هاب؟ ايوه انت عامل ايه؟ الرحله فين؟ اسعار السندوتشات ايه عندك؟ عندنا الكبده اسكندراني ب6.5، السجق الاسكندراني ب6.5، ايوه سجق الجريل ب7.5، وعندنا بقى برضه السندوتش الديناميت، عيش سوري مع كبده وصوص خاص بينا احنا، ايوه تمام، وفي بطاطس معاه حاجه كده من. طب بالنسبه للدليفري بيوصل اي منطقه؟ بنوصل الزون، هو فرع مدينه نصر بودي مدينه نصر، وفرع مصر الجديده بودي مصر الجديده كلها. لكن ما تطلعش اماكن بره، وبنودي برضو يعني مصر الجديده بودي مثلا عين شمس، بودي الحلميه كده يعني. حلميه زيتون؟ لان في حلميه جديده وحلميه زيتون. لا حلميه زيتون عارفه. طيب بالنسبه للمواعيد العمل الرسميه من كام لكام؟ احنا بنبدا شغل يعني في التوقيت الشتوي بنبدا من الساعه 11 لحد الساعه 2. 11 الصبح لغايه الساعه 2. 2 بالليل. يعني في ناس الصبح تيجي تفطر من مثلا عنده كبده الصبح. طبعا بدري. برافو الرعشه الجميله. طيب اللي انا عايز اعرفه بقى، ناس كتير جدا بتتكلم على الكبده. تمام. في ناس تقول لك انا بجيب شغال بلدي. لا يا باشا مفيش بلدي. مفيش من الاخر. عشان بس ما نضحكش على بعض. نوع الكبده اللي بتجيبها ايه؟ الكبده اللي هنجيبها ناشونال امريكا، انضف نوع. تمام. يعني طبعا ناشونال في ناس كتير فعلا شغاله وناس محترمه وبراندات انا عارفها طبعا شغاله نفس الناشونال. طبعا طبعا. السجق هو يعتبر شغلكم انتوا. يعني بتوابلكم بهاراتكم كل حاجه. تمام. العيش عندكم كده تحس ان هو خفيف جدا. العيش احنا عندنا فرن خاص بينا يعني طيب. بيعمل شغلنا خلص. بيعمل العيش بتاعنا. والعيش بقى اللي هو الايه؟ القديم ده بتاع زمان. يعني تمام. ايوه يعني نقول ايه، زلطه كله بركه. ايوه صح ولا لا؟ ايه رايك في الكلمه دي؟ زلطه كله بركه. زلطه كله بركه. طيب في جديد هتعملوه في الايام اللي جايه ان شاء الله؟ باذن الله احنا في طريقنا ان شاء الله للفرع الثالث، وباذن الله بقى الافكار بتيجي بقى. احنا برده من ضمن الحاجات اللي احنا عملناها برده الجديده الحلوه. أيوة. يعني حاجه كده جديده ما الفريسكا، سندوتش الفريسكا ده. فريسكا 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 دي حاجه يعني ما شاء الله هتعجبكم جدا. أوه. يعني يا جمال الفريسكا انا قشطه بالنوتيلا حاجه جديده حاجه ما شاء الله يعني الرعشه. ايوه يا جميل حبيبي الف انا ان شاء الله حبيبي الله يكرمك. ناوي تعمل ايه بقى لمتابعي اكل عدنان؟ والله يعني يشرفونا بس وان شاء الله الواجب كله يعني. بس مفاجأة؟ الواجب مفاجأة مفاجأة. يعني انت تعملوا حد يجي يقول لك انا متابع اكل عدنان؟ ان شاء الله. ديليفري دي كوي كل حاجة؟ دي مفاجأة. ان شاء الله كده مفاجأة. مفاجأة؟ مفاجأة ان شاء الله. مش هنعلن عنها. لا لا مش هنعلن عنها. هيشوفوها ولو ما عرفتوش مفاجأة هيبلغوني. لا يا باشا احنا تحت امرك. انا بقول زلطة كله بركة. يا باشا ما تخليش زلطة ما فيش زلطة خالص. طبعا. متابعينك على دماغنا والله ومكانهم. يعني حاجة انت وشرفتنا والله من غير اي حاجة والله. انا مبسوط ان الشباب بسم الله ما شاء الله زي الورد ورد معاك ان شغالين يا باشا ناس محترمين يا باشا ربنا يكرمك. وانا هنا العنوان بتاعنا زي ما احنا قلنا هنا ديت نصر هنا في ميدان الساعة وفي الفرع الثاني اللي هو الفرع الاول فرع فتحناه اللي هو في ميدان تريمف في مصر الجديدة. واسمح لك ايه؟
عثمان. استاذ عثمان وزلطه. طبعا فل وزلطه. زلطه كويس. طيب شكرا.